في احد من الاصدقاء اللي بالموصل من صار سقوط يوم 9/6 بالموصل، اجوا يمي للبيت هم مسلمين، دقوا علي قالوا لي غزوان اطلع من البيت، اطلع من دارك، اليوم راح يطبون عليكم داعش. قلت له شلون تعرف؟ قال لي غزوان شو جاي اقول لك؟ انت اخ عزيز علي، انت احترمتنا واحنا اصدقاء قدامى. But my mother, she felt there something will happen. So she said, let's go, let's go, let's go. They are starting to making the end sign, Arabic letter for Nazareth, which means the Christian. لان كانت الجوامع بتصيح بالموصل لا تشترون اي شيء من المسيحي، لان المسيحي راح يترك ويصير لكم غنائم هذا الشيء، لا تشترون من المسيحي. فكان الشيء اذا بيسوى يعني مثلا خلينا نقول مليون دولار، هم بيشتروا ب 100 الف دولار. انتم عن طريق سبيكرات او كبرات الصوت كيف تعيشون معهم هاي المدينه؟ الكنائس ممنوعه. There's a car of ISIS spoke with the speakers. The speaker said all the Christians must leave Mosul. Must leave Mosul or they will be Muslims or they will be killed. فكثير كل المسيحيين اغلبيتهم ما قبلوا هذا الشيء، اغلبيتهم طلع، اللي يقدر يطلع يطلع، اللي ما يقدر يطلع بقى هناك اسلم او قتل. وانا ضد هاي قال لي قوم ترى منطقتنا وضعها هذا يعني زلمه معانه جيش وهذا قال لي اقول لك قوم محل ما ضل اباوع صحت الدنيا في شويه منظومه صفراء اباوع سياره بزت الحزن طلعت قلت والله يقطع وقفت كل شيء كل شيء ما جبنا غير بس الهويه من دخلوا كل المناطق سهلينها تركنا كل شيء طلعنا احنا في وقتها ما كنا متوقعين انه ما ممكن نرجع ما نرجع للبيت ما اخذنا كل شيء من البيت. No one, no cars in the streets. It's appear like abandoned city. City with 3 million, no one, no one, you can't see anyone. وطلعوا الى طلعنا انهزمنا بالسيطرات كلنا نسدد ايضا السيطرات. سدوها بوشنا قالوا ماكو حد يدخل فاخذني قال راح اعبرك سوى مفارس كان شكل مفارس بالطريق قلت له شلون راح طلعنا؟ قال انا طلعكم سيارتي قلت له ما يعرفون اني مسيحي بالسيطره قال لي ما عليك ندبرها الله ما موجود ندبرها عبارك ما مشيت يمكن 500 متر ازيد لقتني دوريه سياره هامر علم اسود عليها مال داعش وواحد لابس زي مال داعش واربعه وياه مدنيين وانتبهت الشكل على اليمين لقيت تقريبا 6-7 كتفين ايديهم وشادين عيونهم قال لي ارجع البرطلة لا تطلع من برطلة اقعد ولا تطلع من عندها قمت اتوسل بي سحب عليه سلاح يعني سحب عليه اقسام يعني قلت لعمي يعني شتي ده السلاح قال لي ارجع ده اقول لك من اقول لك ارجع ارجع We left in the road only the people inside the Muslim know it So it's so bad road. We circled about the one around the one time because the Kurdish army don't allow the people to enter Kurdistan. We stay in the road. My father asked us where we will go. You imagine yourself, ISIS behind you, and nobody in front of you. Where will we go? هم نوصلنا سيطرة نزلوا. وين رايحين؟ قلت له عندنا حالة وفاة بأربيل وخبرونا ولازم نحضر العزاء. قال منو هذا الحيوان اللي فطس عندكم؟ قلت له أحد من أقربائي. قال يلا هذا واحد نصراني كافر بالجهنم طب مرض. قلت له أشكرك. أنتم حرمات العيشة فيكم. حياة أنتم تعيشوها حرمات. طلعت مفاتيح سلسلة مفاتيح انتهت إلى قلت له بيتي موجود بالمنصور. فلان مكان عينت له المكان العنوان الصحيح اعطيت اياه قلت له بيتي موجود فلان مكان هذا الكلام وانا خايف صحيح اقول لك يعني موقف واحد واصل موقف موت قتل لان احنا انا قبل يعني فتره 20 يوم 20 25 يوم انا اشوف الجثث مسلوبه بالشوارع الجثث مشعوله محروقه بالنار مقتوله مقطوعه الراس ففكرت نفسي انا مثلهم يوم الثالث هم انك جو علينا العصر هم انك جو يوم الثالث هم انك جو
هم سحبوه على صفحه، حكوا ويا ما ادري ايش، قال له يعني قالوا له بتشي تقنعهم، بتشي تحكي وياهم، بتشي انت تاثر عليهم. فبطرس عوف هذا الموضوع، احنا لو يهدونا، قال يا بابا بابا ما يهدوكم، احتمال يقتلوكم. يعني انا باليوم كنت اشرب باكيت ونص، قمت اشرب اربع باكيتات اشرب اني، يعني سيجاره ما اطفيها، يعني ما ازتها، اعلقها بنفسها. يعني حتى نجاة كانت تيجي علي يعني كانت تبكي تقول لي راح تموت، اقول لها خليها اموت، بس لا يعني اصير يعني اصير بس بتلو بالمويد، يعني شفت بأساس شفت حالة صار بيها حالة نفسية المويد، أنا أبكي هي تبكي. فأنا قبل عرفت هما ليش يدون ياخذوه، لأنه صارت حالات خطف قبل أبوه، عرفنا بهذا الشيء مو كان جديد يعني. قالوا نيابة ما يخالف، شو تريدون؟ قالوا نريد إحنا من عندكم 100,000 دولار. فقالوا لهم والله إذا ما تقدروا تدفعون عندكم خيارات أخرى. قال شنو الخيارات الأخرى؟ قال تشهرون إسلامكم وإحنا نعفيكم عن أي شيء تدفعون. قالوا إذا أنت رفضت لازم خلال 24 ساعة دبرون هذا المبلغ، وإلا راح نتصل بكم تسمعون صوت الوالد لآخر مرة. عندنا سيارة وعندنا محل وكله بعنا وما كفل الدين. When I hit you, you can forgive me. But when I took your house, you can't forgive me. When I took from you your photo, your memories, your future, when I made you suffering. This is not easy for me in that time. I said, this is God want this. If God allowed to make this with us, He will give us more and more than what they took. Anyone who wants to follow me should carry their cross and follow. And we are now carrying the cross and follow Jesus. ما يقولون الإنسان ما يستاهل أن يضحي أي شيء على مود المسيح، المسيح أغلى من أن تضحي لأي شيء يعني. طبعا اللذة هذه قرب الإنسان على الله، لأنه هو بالعكس يعني أنت لما تحس نفسك مضطهد، يعني الإنسان يعني على مود المسيح تصير مضطهد، يعني تصير فرحة بداخل الإنسان، لأنه يعني لما أنت تضطهد على مود المسيح يعني هذا الشيء مو قليل. طوبى لكم لو اضطهدوكم من اجل اسمي، يعني هذا الشيء يعني انا اشوفه انه مرات اقول لنفسي اني ما استحق ان حتى اضطهد على من المسيح. لانه عرفت من الكتاب، مو هم، من الكتاب المقدس. الشيطان هو يحركهم، هم لا، هم انسان وبشر مثلي هم، بس هم الشيطان مسيطر عليهم. انا مسامحهم كل قلبي، واحنا نحبهم. وان شاء الله يا ربي تتغير افكارهم. باسم ربي يسوع المسيح. أنا أوجه كلمة إلى داعش، إنه كل الأموال وكل الأشياء اللي أنت أخذتها وكل الأعمال السيئة اللي عملتها ما رح تفيدك شيء، بالعكس أنت لو ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أنت ربحت كل شيء وأخذت أموال فلوس سبت خطايا، لكن أنت خسران نفسك. أبداً، يعني الشر ما راح ينتصر على الخير، لا الخير بالنهاية راح ينتصر هو. يعني أنا هذا رأيي. يا أبونا السماوي، نشكرك على نعمة الخلاص اللي وهبتنا، نشكرك على النعمة المجانية اللي وهبتها لهذا العالم. خلي محبتك تملى قلوبنا، لأنك محبة. خلي غفران يملى قلوبنا لكي نغفر لأعدائنا. I was a lecturer at Mosul University. كنت مديرة مدرسة في مدرسة باطنة البنات. الصراحة قبل ما أشتغل بالكحول كنت أشتغل شيف طباخ أنا. يعني قبل كنت أشتغل طيب. كنت أشتغل يعني سائق تاكسي. I'm 20 years old. About my education, I studied only 1 year in medical school in Iraq.